السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 3 مواقع عجبوني في الذكاء الاصطناعي للأطفال. يعني تخيل الطفل بيبدأ يتعامل مع الذكاء الاصطناعي. أول واحد هو موجود على الموبايل والتابلت، اسمه Drawing with AI and 3D Games. عبارة إن الطفل بيرسم رسمة بسيطة خالص، هو يبدأ يحولها لرسمة جميلة، رسمة احترافية، زي فكرة إن بيحول مثلا سكتش عادي لصورة حقيقية وبيعمل لها الريندر بتاعها ويعملها بشكل جميل. وفي شوية ألعاب ظريفة 3D، هسيب لكم الروابط أسفل الفيديو، ولو عندكم أي موقع حلوة برضه يا ريت تقول لنا عليها. الموقع ده بيساعد الطفل إن هو يتخيل ويخليه يعمل قصة، ويعني يبدأ خطوة خطوة. مثلا هيبدأ يختار اللوكيشن بتاع القصة، يبدأ يصمم، هو طبعا كله بالذكاء الصناعي، يعني مجرد يرسم شوية خطوط يبدأ إن هو يحول له حاجة لأدفانسد، ويبدأ يختار الشخصية ويبدأ يحطها. يبدأ إن هو مجرد بس يبدأ يحط الشخصية، يحط الرسمة، يقدر يكبر ويصغر، وفي الآخر يبقى عندك قصة جميلة جدا تقدر إن أنت ممكن تتبعها بعد كده. طيب الموقع الثالث هو عبارة عن شات GPT للأطفال، جميل جدا. بتسأل أنت سؤال مثلا، هو بقى يرجع لك بالإجابة، بيقول لي ادخل بالحساب بتاعك، ما جاوبش على طول، لا ده بدأ ايه يدردش معايا، انت تعتقد ليه والحاجات دي كلها، حاسس ان هو بيتدرب مع الطفل في الأسئلة. That's a great question. That's a great question. To understand why the sky is blue, we first need to know about something called light. Can you tell me what light is? Can you tell me what light is? فحتى ممكن تجاوب من خلال ان انت تدوس هنا وتتكلم صوته، ويحول صوت ده لكتابة ويرد لك صوت وكتابة. ومجهز شوية أسئلة للأطفال، لما بيجاوب على مستوى الأطفال. وفي شوية أسئلة كتيرة جدا اللي يعتبر اتسأل كتير نقدر إن احنا نشوفها، وأتمنى التلات مواقع دول يعجبوكم.